النبي صلى الله عليه وسلم يوما لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون في آخر الزمان، أمراء من أمتي يكونون في آخر الزمان، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. من أعانهم على ظلمهم، من أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولن يردوا علي حوضي يوم القيامة. ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون علي حوضي يوم القيامة. ماذا تقول في هذا الحديث؟ ماذا تقول فيه؟ كيف تتعامل معه هذا الحديث؟ تعين الظالمين على الظلم، وتعين الجائرين على الجور، تعينه بالشرعنة والتبييض والسكوت. لماذا لم نسمعك يا رسلان تقول هذا الكلام لما كان مرسي هو الرئيس؟ لماذا كنت تشنع علي أنه لا يحكم بما أنزل الله؟ يلا قلها للسيسي اليوم، لماذا لا تحكم يا ولي الأمر بما أنزل الله؟ لماذا؟ ألست تقول إن إشهار أخطاء الحكام على المنابر من فعل الخوارج؟ ها أنت الآن تذكر مساوئ بعض الحكام الآخرين كحاكم قطر وحاكم تركيا ومرسي من قبل. في شنو التناقض هذا؟ ولا المسألة بحسب الأهواء تتملق لتتورق؟ هذا هو التملق للتورق. صار الدين لعبة في أيديكم، تضلل الرأي العام وتضلل الناس. ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ والله لن ينفعك سيسي ولا ينفعك، لن ينفعك أحد، لن ينفعك إلا عملك. هذا التملق وهذا التزلف وهذا الغش في الخطاب الديني وهذا التدليس في الفتوى، هذا ستبوء بإثمه. سبحان الله، رجل يمعن في الدماء ويسرف فيها، أخوات مسلمات طاهرات يغتصبن وحملن من الاغتصاب في معتقلاته وسجونه، أحرق المسلمين أحياء وقد انكبوا على المصاحف في جريمة بشعة سجلها التاريخ. ينكرها العقل والذوق والحس والإنسانية قبل الشرع، عادي جدا عنده، عادي جدا عنده، هذا عادي عنده.